مش مهم خليهم يلا خليهم تشد 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 وقت اللي نام بيه مدي Yeah.
our children, and they are really proud. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبل بهذه الحكومة اللي ممثل لها على التجمع. نحن مع حل التجمع، التجمع بالصوت الديمقراطي، ليس حزبا سياسيا حتى نقصيه، هو مجموعة مجرمين لابد أن يحل، لابد أن يحل ويذهب إلى الجحيم. يقولوا بأن ما عندناش إمكانية أن نسير أمور شؤون الدولة، هذا غير صحيح. تونس تعج بالمثقفين والكوارث.